القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. يا أسفر، الهجوم المسلح على حافلة للأقباط المسيحيين بمنطقة المونيا بمصر يومه الجمعة عن مقتل 23 شخصا وإصابة 25 آخرين. وقال شهود لرويترز إن ملثمين أطلقوا النار على الأقباط الذين كانوا في حافلتين وشاحنة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.